كابتن فودة، خلينا نشوف معك الحالات اللي اخترتها لمباراة ان شاء الله. طبعا بالنسبه لمباراه التعاون والاتفاق، كان طاقم روسي بقياده كراسيف وحكم فيديو ايضا روسي ميشكوف، ونشاهد في هذه المباراه 6 حالات. الحاله الاولى كانت في الدقيقه 18 من زمن المباراه، لاعب نادي الاتفاق اللي هو فليب كيش ارتكب مخالفه، نشاهد المخالفه اللي ارتكبها مع لاعب نادي في الدقيقه 18. نشاهد هنا الان ارتقاء اللاعب واستخدام المرفق مع لاعب نادي التعاون، الحكم أعلن عن مخالفة على اللاعب ولكن لم يمنحه بطاقة صفراء مستحقة في الدقيقة 18 من زمن المباراة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كانت الدقيقة 40 كرة بيد مدافع نادي الاتفاق داخل منطقة الجزاء، طبعا لا يوجد تعمد، لاحظ لاعب نادي اليد كانت في الجسم ولم يتعمد تكبير الجسم ولا حاول أن يلعب الكرة، وبالتالي لا توجد مخالفة، واستمرار اللعب أيضا كان قرار صحيح من حكم المباراة. الدقيقة 47 نشاهد هنا الحكم احتسب ركلة جزاء صحيحة لنادي الاتفاق في مخالفة على المدافع طبعا، ومنح بطاقة صفراء. لماذا منح بطاقة صفراء؟ منح بطاقة صفراء لأنه مهاجم نادي الاتفاق التعاون حاول أن يلعب الكرة، طالما أنه حاول يلعب الكرة وبالتالي المخالفة ركلة جزاء وإنذار، لأنها لم تكن، لو كانت فرصة حرمان المنافس من فرصة تسجيل هدف، وفي هذه الحالة المخالفة أيضا إنذار، لكن لو كان في عملية شد أو مسك أو دفع هذه بركلة جزاء وطرد. فهنا ركلة الجزاء صحيحة اللي تم احتسابها على لاعب نادي التعاون، وبالتالي الدقيقة 40 47 كان قرار الحكم صحيح، ونشاهد المخالفة هنا على المدافع والحكم كان قريب لم يتردد واحتسب ركلة جزاء مباشرة. لاحظ أخذ القدم اليمنى اليسرى للاعب نادي الاتفاق وبالتالي عرقلة داخل منطقة الجزاء، من الأخطاء 12 وركلة جزاء صحيحة، ونشاهد عملية التنفيذ. عملية التنفيذ كانت نموذجية حقيقة، وبالتالي لا توجد أي مخالفة ويحسبها الحكم ركلة مرمى بعد التنفيذ لأنها لم تسجل هدف. الحالة الخامسة أو الرابعة عفوا، الدقيقة 70 سقوط مهاجم الاتفاق داخل منطقة الجزاء، نشاهد عملية السقوط، هل لاعب نادي التعاون ارتكب مخالفة أم لا؟ نشاهد الآن اللاعب لعب الكرة مهاجم نادي الاتفاق ولكن كان في إهمال من مدافع نادي التعاون وركل، لاحظ عملية الإهمال، القدم فوق في جسم اللاعب وبالتالي ركلة جزاء لم يعلن عنها حكم المباراة لصالح نادي الاتفاق في الدقيقة 70 من زمن المباراة للإهمال الموجود من مدافع نادي الاتفاق التعاون اللي هو نواف الصبحي رقم 85. الحالة الخامسة في الدقيقة 86 هنا سقوط للاعب نادي التعاون المطالبة بركلة جزاء، طبعا لا توجد مخالفة، الحكم كان قريب، ولماذا لا توجد مخالفة؟ نلاحظ أن المهاجم لعب الكرة والمدافع قدمه على الأرض لم يرتكب أي مخالفة مع المهاجم، وبالتالي لا توجد مخالفة وكان قرار صحيح أيضا حكم المباراة. الدقيقة 91 وهي الحالة السادسة والأخيرة، طبعا لا يوجد تسلل وانفراد لاعب نادي الاتفاق، والعرقلة كانت موجودة وأيضا العرقلة موجودة ومنح، لاحظ هنا اللاعب اللي ارتكب المخالفة اعترض على قرار الحكم بطريقة كانت تستوجب انذار، والمخالفة اللي تم ارتكابها ايضا كانت تستوجب انذار، كان مفترض انه يدي انذار على ركلة الجزاء والبطاقة الثانية على عملية مهاجمة الحكم بهذه الطريقة، واعتراضه على اللاعب على الحكم المباراة كان يستحق البطاقة الحمراء، وهذه اهم حالات مباراة التعاون والاتفاق. ارجع بالنسبة للحكم مباراة الباطن، حقيقة الحكم الباطن كان لا يتحرك في الملعب، كان بطيء جدا، لكن بالنسبة للحكم الروسي كاراسيوف كان قريب من الحالات، هادي جدا، لكن لم يعجبني بالنسبة لعملية الاعتراضات على قرار الحكم، هذا الاعتراض كان مفترض انه يمنحه بطاقة وفعلا منحه بطاقة، لكن ركلة الجزاء ايضا كانت تستحق بطاقة صفراء، وبالتالي بعد الاعتراض كان مفترض انه يطرد اللاعب ولا يقبل الحكم هذا الاعتراض بهذه الطريقة من اللاعب.